الخلطة السرية علشان تبقى يوتيوبر ناجح وتقدر تجيب مشاهدات كتير وتقدر تجيب فلوس وعائد مادي من القناة بتاعتك، للأسف الشديد هي انك تجيب واحدة وتعمل فيها مقالب، او هي تعمل فيك مقلب او مقالب يعني، او تعملوا تحدي تجيبوا اكل ومين فينا اكل اكتر ومعرفش ايه، وتختار العنوان اللي هو بيشد الناس. زي قلت لها النهاردة اخر يوم بيني وبينك، شوفوا هي عملت ايه، قلت لها معرفش ايه، شوفوا هي قررت ايه، تمام، شوفوا خطيبتي سابتني والسبب ايه، شوفوا مقلب كذا خليتها تقلع الحجاب. المشكلة الحقيقية ان دي العناوين اللي فعلا بتجيب مشاهدات، والمشكلة الحقيقية ان دي بقت الثقافة العامة بتاعة الشخص اللي هيقرر انه يشتغل في اليوتيوب. يعني انا شفت قنوات كتير جدا وبتابع ناس كتير جدا، هدي مثال اخير حصل على تيك توك، يعني هو حتى ما مش يوتيوب، دي بقت ثقافة السوشيال ميديا نفسها مش ثقافة اليوتيوب. انا ليا اكونت على تيك توك، الاكونت ده يعني عندي فيه متابعين عدد مش قليل، والناس بتتابعني وبقدم محتوى له علاقة بالميديا وبقدم محتوى له علاقة بالوثائقيات وحاجات كده، يعني بنتكلم في الميديا اكتر. وكنت مبسوط ان الناس بتتابعني وانا مش بقدم رقص ولا بقدم حاجة يعني دونية، يعني ما عملتش كده، ما طلعتش معايا واحدة وجريت بيها في الشارع وقلت لهم هعمل مقلب فيها خليها معرفش تركب ايه ما عادش كده، ما خدتهاش ورحت اتنططت في الشارع عشان الناس تتفرج عليا، يعني ولا شكلي كده ولا انا هعرف اعمل كده. بس مرة واحدة كده اتفرجت على خناقة حصلت، يعني اقل تقدير يتقال عليها رخيصة، بين واحدة اسمها مانجا، واحد اسمه رحيم، واحد اسمه حاوي، وشوية ناس بقى كده، منهم ناس محترمين ومنهم ناس بصراحة ما اعرفش هما بيقدموا ايه، يعني ايه اللي بيقدموه. ارجع لك سنة كده لمانجا، مانجا دي عبارة عن ايه؟ مانجا دي عبارة عن واحدة عندها كوافير، هي بيوتي سنتر يعني، وبتقعد كل شوية حد يسألها سؤال، يا جماعة والنبي انا مثلا انا تحت هنا عندي سواد حالات سودة، تقول لها هاتي لي معرفش ايه وهاتي لي ايه وهاتي لي ايه ودهني لي واعملي لي، انا رجلي من تحت فيها كذا هاتي لي كذا ودهني لي واعملي لي، وهي دي الحياه، يعني هي الحياه عباره عن هاتي لي ودهني لي واعملي لي. ولو في دكتور جلديه مش هيعمل كده، يعني حتى هيخاف يبقى كل وصفاته كده، يعني مش بتدي وصفات شعبيه، لا دي بتدي ادويه، يعني بتقول لها هاتي لي كذا من الصيدليه ودهنيه على كذا على عود كبريت يعني ممكن يكون حد فيكم شافها. جوزها ده حد انا بصراحه مش فاهم هو بيقدم ايه، يعني انا بجد يعني احيانا وانا بعمل سكرول الاقيه طالع ما بيعملش حاجه غير ان هو عمال يعمل بايده كده على اغاني وكل شيء كده وبتاع، ويقول لك شكرا للايجابيه، يعني مش فاهم يعني ايه الناس دي ده بجد. ففجاه ظهر الحاوي، الحاوي ده بقى ايه مشكلته؟ ايه بقى الحاوي ده؟ انه مانجا بالنسبه له اسمها مدوده او معرفش ايه، والله مش فاكر، المهم يعني بيغلط في ايه، في مانجا، ومانجا دي جوزها مين او خطيبها مين؟ رحيم، مش هيسكت. فده المهم في الاخر طلع ايه، في الاخر الحوار كله طلع ايه، في الاخر طلع ان الاثنين رحيم والحاوي عاملين مع بعض شو، واتفاق ان هما ده هيبعت له يغلط فيه فده يغلط فيه فده يغلط فيه فده يغلط فيه، فالناس تزيد والفولورز يزيدوا والناس تدخل وتتابع ومين عمل ايه ومين غلط في مين. بس هو ده، هو ده. طب انت زدت وبقى عندك ناس، ايه الهدف؟ الهدف ان يجي براندات واصحاب شركات يجيبوا الناس دي يقولوا لهم تعالوا اعملوا لنا اعلان. يا نهار اسود، ايوه، لان الناس دي بتتشاف ولان الناس دي عندهم عدد متابعين كبار جدا، وبالتالي انا بضمن التسويق بتاعي. رحت بقى للايه، المجموعه التانية اللي هي يعني انا طبعا وانا بدور عشان شغلي دلوقتي بقى كله على الانترنت، فبقيت وانا داخل اي مجال بدرسه بفهمه. تيك توك طبعا ابلكيشن خلاص يعني ضرب، يعني النهارده تيك توك خلاص يعني من الابلكيشنز المعروفه والتقيله وليها سوق تسويقي جامد جدا، تمام. لقيت شباب صغير بقى، معرفش حد اسمه خالد شريف خالد مش حاجه كده، وحد اسمه التركي ونيرة وندى، وحد اسمه شهاب برضه، قعدت اذاكر الحالة، يعني اذاكر الحالة دي
اللي فيه مجموعات شباب كتير. ايه الناس دي على فكرة عندهم ملايين، يعني اللي انا بكلمكم الاسماء دي اللي بنطقها دي بتفاهة كده، دي عندهم ملايين. يعني لو حد فيهم طلع عمل فيها فيديو انا ممكن الاكونت بتاعي يقفل، تمام. فالمهم الناس دي ما بتطلع، ما بتعملش حاجة خالص، ما حاجة خالص. هو كل اللي بيطلع يعملوه انه يعمل فيديو رياكت. يعني ايه فيديو رياكت؟ او اسمها ايه اللي هي كانت حين حسن بتقولها كده، موفي ميشن. كانت بتقول موفي ميشن. المهم يعني بيعملوا حاجه كده اللي هو ايه، ان اغنيه تشتغل وهم يشتغلوا حاجه زي الصم والبكم كده، اللي هي بتاعت ضعاف السمع. ربنا يا رب يعني يا رب يعني يكون في عونهم يعني. فيقعدوا يسمعوا اغنيه قلبي وما اعرفش ايه، ويعمل لك كده وعيني ورجلي وكذا وضربني في قلبي بس هي دي، هو ده الكونتنت يعني، هو ده الكونتنت يعني. هو بيقوم من نومه النهارده في اغنيه هتشتغل، فانا مش هعمل حاجه خالص غير ان انا هقعد اقول قلبي وعيني وفكري وسوا ده، انا كده بقدم محتوى والناس بتتابعني. فراح ما شاء الله ده فتح كافيه وده فتح محل لبس وده، يعني ده تمام، ربنا يزيدهم. بس دي الحالة. فاللي هيحصل بمنطق واقعي جدا، انك لما تقرر النهاردة انك هتعمل يوتيوب تشانل، عايز تعمل يوتيوب تشانل او عايز يكون لك اكاونت على تيك توك معروف او على انستجرام، هتدور على ايه اللي بينجح؟ قلبي، وتعمل كده وكذا وبتاع وشكرا، وبعد ما تخلص قلبي تعمل شوية حوارات وخلاص وهتنجح. يا اما تتخانقوا زي ما الطقم الاولاني اللي انا جبت اسمه ده، اتخانقوا وتنجح وخلاص الموضوع خلص. الحالة اللي فيها الشباب اللي انا قلتهم في الاول اللي هم مانجا بالطقم اللي كان موجود ده، بشريف خالد بالطقم اللي موجود ده، باللي حصل مع حمو بيكا، ما هو ده طبيعي يعني. ما هو ده طبيعي يكمل ده ويكمل ده، يعني ايه ده حاجة طبيعية يعني. انا لما ادخل اشوف كده الاقي حاجة طبيعية. في واحد اسمه هاتريكانو على اليوتيوب وجبس مصر، وواحد اسمه عبد الرحمن مبروك، شوية ناس كده، تمام. الناس دي بشوات يوتيوب يعني، الناس دي لما بتطلع يعني يتكلموا في اليوتيوب، يا لهوي انت، يا سلام لو اسمك بس جه معاهم كده، يا لهوي ده قصة كبيرة. افتح فيديوهاتهم، اتفرج عليهم، افتح فيديوهاتهم بكونسبت المذاكرة، يعني بكونسبت الدراسة. انا راجل بشتغل في الديجيتال ماركتينج، فانا بفتح اشوف الناس اللي عاملة فيوز واللي عاملة تأثير والناس اللي بتحقق مشاهدات فعلا وبتنجح. اتفرج، هات لي فيديو واحد له معنى. الفكرة انك في جزء من المحتوى له علاقة ان انا ممكن اكون بتابعك، حلو بتابعك طبيعي، انا بتابع يومك بتابع حياتك، بس بتابعك يعني عندك حالة هتابعك عشانها. انما اقسم بالله العظيم تلات ارباع فيديوهاتهم فيك، والله العظيم فيك. باين يا جماعة، انا مخرج بتفرج على الصورة، بعرف ان اللي قدامي ده بيتكلم بجد ولا بيمثل، والله فيك، والله العظيم فيك. كل المقالب بتاعتهم فيك، كل المواقف اللي بين مراتاتهم فيك، كله فيك. معرفش. المهم يعني انا خلاصة الفيديو يعني انه لازم نلحق المصيبة دي، يا اما هنركب وراها. شكرا.